السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة من برنامجكم منبر الثورة، حلقة جديدة نقدمها لكم. في هذه الحلقة سنتكلم عن مجلس تنسيق القوى الثورية أو قوى الثورة الجنوبية الذي أعلن قبل يومين، ويسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو المناضل الأستاذ عبد القوي رشاد رئيس مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية. مرحبا بك أستاذنا. وكذلك استضيف ايضا الاستاذ احمد جعفان مسؤول الدائره الاعلاميه في مجلس تنسيق القوى الثوريه الجنوبيه. مرحبا بكم جميعا. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ان ابدا هذه الحلقه بنبذه مختصره عن ضيفنا الكريم الاستاذ عبد القوي محمد رشاد الشعبي، وهو مواليد محافظة لحج مديرية طور الباحة وادي شعب. تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في محافظة عدن بتفوق امتياز، حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة القاهرة في العلوم السياسية، تحصل على منحة للدراسة الجامعية العليا الماجستير والدكتوراه في فرنسا، لكنه اعتقل قبيل سفره بأيام أثناء انقلاب 22 يونيو 69 900 ألف، والذي يطلق عليه بالخطوة التصحيحية، واستمر اعتقاله ظلما مدة 13 عاما عانى فيها صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحال هذا الاعتقال دون تحقيق طموحه في استكمال المسيرة النضالية والمسيرة التعليمية، وهو حين ذاك من النوابغ الشبابية المثابرة والمؤهلة للدراسة، حيث أنه يجيد التحدث بالإنجليزية وبطلاقة. تقلد مناصب عدة، أهمها نائبا لوزير الخارجية ومدير عام شركة النفط في عدن، عضو مجلس الشورى، عضو مجلس النواب في أول دولة للوحدة من 91 وحتى 94، عضو مجلس إدارة المنطقة الحرة ورئيس منطقة عدن الحرة بعد ذلك، رئيس التكتل الوطني الديمقراطي تحت التأسيس، عضو المجلس الاستشاري في عدن. وضيفنا سليل عائلة أصيلة في وطنيتها واهتمامها بالشأن العام، فحيث كان لها شرف النضال في مسيرة الحركة الوطنية قبل وبعد 22 مايو 1990، فهو الأخ غير الشقيق للشهيد فيصل عبد اللطيف الشعبي، أول رئيس وزراء اليمن الجنوبي بعد الاستقلال 30 من نوفمبر. مرحبا بك أستاذنا. مرحبا بك. وكذلك أرحب أيضا بضيفي الأخ الأستاذ أحمد. أستاذنا، يتساءل بعض عن فكرة هذا المجلس، فكرة تأسيس هذا المجلس من أين جاءت؟ أولا شكرا لكم، شكرا للعاملين جميعا، شكرا لقناة سهيل، وشكرا للدور الثوري الذي قامت به قناة سهيل في مهازلة الثورة الشبابية، وكل طاقمها كان عاملا جيدا. هذا هو الجانب الثاني. فكرة تأسيس المجلس، الفكرة كانت نابعة من واقع الحالة الذي نعيشه في عدن. تعددت الأحزاب والرؤى سواء القديمة أو الجديدة في محاولة تشكيل أحزاب وقوى شبابية وثورية، ولكن للأسف وجدنا أن كل حزب وكل تكوين شبابي مكونات هذه تضيف يعني الجانب العددي للحركات الثورية والوطنية. هذا الشيء عمل على أول كثرة التعدد، ولكن تفكك وحدة الرؤية الوطنية في جانبين. في جانب معالجة القضية الجنوبية التي كانت سببا في البلاء ما جرى في الجنوب، في معالجة القضية الجنوبية في بلدها ووسيلتها ثم الأهداف التي يمكن أن تحققها. هذا التشتت وهذا التعدد لم يساعد على وحدة القوى الوطنية للإسراع في تحقيق الهدف وحل القضية الجنوبية، بالعكس خلق تعدد في الرؤى وخلق تعدد في الأهداف وفي الوسائل. ولكن نحن رأينا جانب واحد، قد لا نكون نحن المتميزون ولا هذا، ولكنها مبادرة مننا متواضعة. رأينا أن هناك قضية جنوبية أصابت اليمن والوطن في الجنوب. هذه القضية الجنوبية تمثلت في السياسة التي مارسها النظام، وخصوصا بعد حرب 94. فالسياسة التي مارست بعد انتصار 94 كما يقول النظام، يعني ألحقت ضررا كبيرا بمفهوم الوحدة اليمنية. أولا النظام رأى فيها ماذا؟ رأى فيها انتصار، وبالتالي ضياع جزء مكون وأساسي من الوحدة اللي هو الجنوب.
وبالتالي طمست القضية وطمس الشعب وطمس الأرض وطمس الثروات وطمس الأفكار وطمس وظائف ومصالح للناس. ولكن هذا المجلس أستاذ ما الذي يمكن أن يضيفه للجنوبيين؟ هناك الكثير من المجالس التنسيقية والمكونات والحركات، لكن مجلس أن يأتي من وسط الثورة، ما الذي يمكن أن يضيفه للمواطن الجنوبي؟ ما يضيفه المجلس أنا. نعم، هو شوف الرؤى الأهداف ذي واحدة وهي إنصاف المواطن في الجنوب وتحقيق العدالة والفرص المساوية. اللي بيضيفوا إيش؟ نحن رأينا أنه كلما أتى مكون كلما تشتتت. اللي يضيفه هو رؤية بسيطة حملناها من قناعة ومن إخلاص، أنه اللي يضيفه هذا مجلس، يعني لما تشوفه أنت مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية. فأول حاجة هو تنسيق، نحن أتينا لننسق لندعو إلى التنسيق، لن نقول لندعو إلى تنسيق جهد هذه القوى والأحزاب والمكونات السياسية. من هنا أتينا أنه نرى أنه التنسيق يعني تواضع وإعتراف بالحقيقة أنه لسنا الكل شيء. فالتنسيق هو أنا دعوة لكل القوى الوطنية، تعالوا، هذا الإطار واسع ومفتوح للجميع. ليس المقصود منه الضم ولا التهميش ولا الإقصاء ولا الإدانة ولا شيء، ولكن مقصود الاعتراف بكل هذه القوى الذي يهمها أن تلتقي في رؤية واحدة لعدالة القضية الجنوبية وتحقيق الأهداف والوسيلة لتحقيق. فنحن ندعو إلى التنسيق، ما اعترافنا بكامل الحرية بكل القوى والحجاب، ولكن حول عدالة القضية الجنوبية وتحقيق الأهداف فيها ندعو إلى التنسيق ووحدة الرؤى. طيب حينما نقول مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية ونابع من ساحات وميادين التغيير، وأيضا شباب الثورة ربما الذين ينتمون للمحافظة الجنوبية هم المحركين الأساسيين أو كانوا اللبنة الأولى لهذه المجالس الثورية، هل تعني أستاذ عبد القوي أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية أضافت أو لها وجود داخل هذا المجلس؟ لا، أولا يجب حاجة أن نقر بالجميل والاعتراف بفضل الشباب. التغييرات في الوطن العربي اعتاد الناس والعرب أن يروها تأتي من القوات المسلحة والجيش والأمن. في اليمن وفي مصر وفي تونس كبادرة أتت هذه البادرة من الشباب، تمام؟ فهذا معنى جديد أنه هذا الجيل يرفض الأسلوب ويدين الأسلوب الذي تحكم به البلاد. ليش؟ لأنه من خلال التطور والتعليم والتطلع إلى شيء من التغيير لن يتم إلا بثورة. فكان الثورة هم الشباب، هم أعماد الثورة، والدم هو النهر الذي سبحت عليه هذه القوى الشبابية لتغيير هذه الأشياء. وأعتقد أنه هذا الشباب هم أعماد الثورة، يجب أن نضع لهم حساب في تفكير في النظام التعليمي في الوظائف في الحكومة في الرؤى السياسية، حتى تضاف عندما أنا أضيف الشباب إلى تشكيل الحكومة وأي نظام قد تكون الخبرة ناقصة ولكن الحماس موجود ويتعلم الشباب. نعم أستاذ أحمد، أسألك عن كمواطن جنوبي، ما الذي يعني هذا المجلس بالنسبة لكل مواطن جنوبي الذين يأملون بأن يتخطون هذه الأزمة التي وقعت عليهم منذ 94؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وكما قدم الأستاذ الفاضل قبلي هذا المجلس طبعا ليس بديلا عن أحد. هذا المجلس نحن نتوقع من خلاله أن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. نحن نعرف كيف أن النظام السابق عاث بهذا الوطن، وحتى مشروع الوحدة الذي جاء ولم يكتمل لأنه كان يعني عبارة عن مشروعا شخصيا أكثر منه مشروعا وطنيا، ولذلك لم يجد الشعب نفسه، الشعب اليمني نفسه سواء في الجنوب أو في الشمال، من خلال هذه الوحدة التي كان يتغنى بها وأصبحت يعني جزءا من كيانه وأصبحت تمثل له حلما سعيدا وبادرة طيبة ونواه يعني للتوحد كل الدول العربية والإسلامية بمشيئة الله. لكن ما حدث يا أخي العزيز أن الأمور مشت في غير الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه، وحصل ما حصل. هذه الثورة جاءت لتضع حدا لهذه المهزلة،
جاءت هذه الثورة لتصحح المفاهيم، جاءت لتصحح ثقافة المجتمع باتجاه إعادة بناء يمن جديد. ولذلك نحن نعتبر الثورة الشعبية الشبابية اليوم تؤسس الأرضية جديدة للعب دور سياسي واجتماعي ولبناء هذا اليمن الجديد، يعني بناء حقيقيا، بناء مؤسسيا، يعني كمشروع وطني، كمشروع وطني ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الإقطاع السياسي التي أدخلتنا فيها هذه الأنظمة الدكتاتورية والتي جاء عليها الربيع العربي ليدكها، نعم، إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة المؤسسة. يمكن أنا كمواطن جنوبي مثلا أن أرى في هذا المجلس أن يعبر عن قضايا المواطنين، عن قضايا الجنوب وعن تطلعاته وأماله، هل يمكن أن نثق في مثل هذه المجالس؟ نعم، كنت سأتي على هذه النقطة محورية ومهمة وأقول فيها، يعني أبناء الجنوب اليوم يعني يعيشون وضعا سيئا، يعني نحن نعرف أن كان في الجنوب طبعا أزمات قبل 90، ثم جاء هذا النظام الفاسد بعد 90 كما يقول بالمثل اليمني، غلق ما نقص يعني، فحصل يعني إحباط لدى الشعب الجنوبي. اليوم الشعب الجنوبي محبط، نحن نتوخى بإذن الله من هذا المجلس أن نلم هذا الشمل. ما يمثله هذا المجلس حقيقة لأبناء الجنوب هو الأمل، هو أن هناك مشروعا حقيقيا يمكن أن يوثق به. نحن نعرف أن هناك مشاريع كثيرة أصبحت جزءا من المشكلة ولم تكن في يوم من الأيام جزءا من الحل. نحن نقول دائما وشعارنا الدائم نقول الماضي لا يساوي المستقبل. نحن الآن نتكلم عن المستقبل، عن الأمل لهذا الشعب الجنوبي الذي يتطلع إلى حياة كريمة، الذي يتطلع إلى سعادة. الشعب الجنوبي طبعا يعني عاش فترات قاس فيها الأمرين، قاس فيها مرارة الأنظمة الدكتاتورية السابقة، ونحن بإذن الله يعني سنبعث بإذن الله تعالى أمام هذا الشعب الجنوبي الآن الأمل حتى يستبشر ويتفائل بالمستقبل. طيب، أعود إليك أستاذ عبد القوي، يعني هناك الكثير من المكونات الأخرى الجنوبية، هل من تنسيق بينكم وبين هذه القوى؟ أيوة، أقول لك حاجة، مشكلة الواقع والساحة اليمنية الجنوبية شيء مذهل. نعم. أولا عدم القدرة على قبول الآخر، وهذا صوت مهذب. إمكانية التوافق صعبة في النفوس، ترتيبها في النفوس قد تكون مرة في العالم، ولكن نعتقد من خلال فترتنا قصيرة، أنت تعرف وإن كان لنا خبرات في مجالات أخرى في النظام، أعتقد أنه الطرح الذي نطرحه ومن خلال شخصيتنا المتميزة وخلفياتها التاريخية وعلاقتها بشكل، نعتقد أنه قد نكون عامل على الأقل في التواصل مع بعض القوى الوطنية الحية لمحاولة توحيد القوى. نحن قمنا برغم الفترة اللي حوالي شهر وذا بشهر، قمنا باتصالات كثيرة مع كل الأطياف والمكونات الوطنية في عدن، وجدنا الكثير منهم متفاهم ومقدر ومقدمي لنا عدو النصائح والرؤى لمحاولة الإنجاز، وتلقينا كثير من البرقيات والتأييدات، وعملنا على محاولة توسيع الاتصالات الشخصية، يعني عملنا قد يكون ناجح أولا من نوعية الأشخاص الذي يعني عندنا من المناضلين والكتامى والشباب المثقفين، هذا واحد. ثانيا من عدالة القضية. ثالثا نحن لا نقصي ولا نهمش أحد، بالعكس نحن نستفيد من محاولات. في الجنوب كان كل شيء إلغاء عندنا، كان في السياسة القديمة إنه الحزب هو حزب واحد، الآن الناس تغيرت والواقع العالمي والمحلي تغير، قادر أن نقبل بالرؤى الثانية. قد يكون هناك تعصب وتشنج في مواقف معينة، ولكن العامل عامل ثقافة وعامل وطنية وتواصل. هناك الحراك الجنوبي مكون رئيسي ربما في يعني ويعرفه الناس، أحيانا يعتقد البعض بأنه ربما يكون الممثل الأول للقضية الجنوبية بحكم أنه كان له الأسبقية في النضال في الميدان. هل من تنسيق بينكم وبين هذه القوة؟ وهل ترون هذا التنسيق ممكنا في المستقبل أيضا أن يستمر مستقبلا؟ أولا يجب الندين في اليمن وفي الوطن العربي للحراك الجنوبي من 2007. لماذا؟ قد يكون لم يبتدي بهذه الثورة ولكن ابتدى بمطالب حقوقية، لأنه بعد 94 ألغيت كل المكونات السياسية والوظيفية في الجنوب، فخرج الناس يطالبوا بحقوقهم. وأنا من الناس اللي طرحوا على الدولة إنه ذي مطالب مشروعة، يتمنى أن يكون الواحد عنده مركز لدراسات اتجاهات الرأي العام. لماذا قامت هذه الحركة؟
حتى يستطيع أن يقدم مشورته للحكومة وللدولة، سواء من الجامعة أو من رئاسة الجمهورية، بشرط أن يكون عادل في تقييمه مش مخبر. فالحراك الجنوبي أول ثورة أحدثت في الوطن العربي، بدأت بمطالب حقوقية، عندما لم تستجب لها الدولة انقلبت إلى مطالب سياسية، وهذا ألحق الضرر تعام الدولة وتعاليها وأطلستها عن محاولة تلمس قضايا الناس وهمومهم. أوصلنا إلى قضايا كثيرة، منها الانفصال، منها العنف، من هذا. فالحراك الجنوبي أنا أعتقد أنه أهم مكون في ثورة الجنوب. بينكم تواصل؟ أقول لك حاجة، الحراك الجنوبي قلنا أنه الفاعل الأساسي في الثورة في الشمال وفي الجنوب. حتى البعض كانوا مستغربين في المحافظة الشمالية كيف يجروا هؤلاء الناس ويعلنون التمرد والثورة. صحيح. نحن كنا من الكتبنا في إطارنا وفي إطار تنظيمنا وإطار تفكيرنا أن الحراك الجنوبي هو إطار الحركة الوطنية الجنوبية كلها، ومن خلال اتحاد القوى كلهم سهرة وتكوين مجلس أعلى للحراك الجنوبي كلهم. المشكلة أنه الحراك الجنوبي لم يقدم رؤية متجددة واخترق من قبل كثير من الشباب. وهذا أضعف، هذا نعتبره أنه ضربة للحركة الوطنية في الجنوب. يعني اختراق الحراك الجنوبي من قبل قوى يعني فاعلة غيرته عن اتجاه حراك جنوبي سلمي كان. طيب طبعا هناك البعض يقول بأن الحراك الجنوبي يعني حاول بعض الأشخاص الاستفادة منه والاستثمار في هذا المجال لمصالحه الشخصية، بينما الحراك الجنوبي هو عبارة عن فكرة لبعض المظالم الذي تعرض لها أبناء الجنوب. هل بينكم التنسيق وبين هذه القيادات في الحراك الجنوبي؟ أسمع منك الإجابة ولكن دعني أتوقف عند فاصل قصير. مشاهدين الكرام أرجو أن تتفضلوا بلقاء معنا بعد فاصل قصير، نعود ليستكمل الحوار، ابقوا معنا.